أغنية جديدة بيصدرها الفنان أحمد كبا. نقطة عالسطر دابحني القبر. بعد ما قدم أغاني شعبية كتيرة ينسيني فيديوهات من الأعراس جحن حنة العروس حلوة بتلك أغنية جديدة نقطة عالسطر. أنا أعرف تفاصيلها من أحمد كبا. مرحبا أحمد. حياك الله خيا شادي. شو كيف أخبارك؟ حالك يا هلا. والله الحمد لله. مساء الخير في توقيتكم. صباح الخير في توقيت كندا. ها فايقينك احنا ولا مسهرينك؟ لحبيبي يا شادي انت بتشرف في وقت. انت تعرف انت لك معزه خاصه في تسلم كندا. تسلم. هلا الساعه 6:30 صباحا. انت هيك فتره بعدت شوي عن الساحه الفنيه على القليل هون في البلاد لانك هجرت على كندا، بس نشاطك كبير. نعم. بالاعراس خاصه وبالحفلات بكندا. الحمد لله. احنا شادي يعني بنختص بنميل اكثر للفن الشعبي وحفلاتنا الشعبيه بالاعراس وبالحفلات والمناسبات السعيده. شو خلاك تعمل اغنيه خاصه لكان؟ والله شادي انا يعني من 97 وانا كان عندي دائما احلام واهداف انه انا ادخل يعني احاول ادخل الفرحه والابتسامه والسرور الى بيوت الناس. أيه. فقط موضوع يعني مادي وكذا. فأنا في 2013 انطلقت في حن العرايس فوجد نجاح كبير جدا. عملنا كمان جزء ثاني حن العرايس في 2015. 2016 قررت أترك البلاد لهجرة لكندا لعمل جديد. فبالآخر بعد ما استقرينا في كندا وهدي البال والأمور هديت أغنية نقطة على السطر. إذا بحكي لك شغال على الموضوع على الأغنية بالضبط تقريبا شي سنة. الموضوع مش سهل يعني، مش زي ما الناس مفكر يعني. الناس مفكر انه بتروح الاستوديو بتروح بتسجل بتروح. الموضوع متعب وبدك تختار الكلمات. اخذ لك وقت كثير تختار الكلمات واللحن. والله شادي والله سنه يعني غلق سنه بالضبط يعني. بديت فيها العام خلصت فيها في بعد النيو يير قبل يعني بالضبط قبل تقريبا شي اسبوعين. نجاح كبير الحمد لله فضل الله. احكي لنا شوي عن اسلوبها كمان شعبي صح؟ اي نعم. نقطة السطر انا يعني اخذنا فكره لشيء واقعي في تأثير عن الحياة عن العلاقات الخاصة. فأخذنا شيء من الحاضر. تعاملت فيها مع مين؟ تعاملت فيها مع استوديو من سوريا استوديو روزانا وكانت كلمات معتز الملنا حان سيمون عاصي. نعم. كان دائما تواصل بينه وبينهم. تعرف فارق التوقيت كمان مشكلة مضبوط يعني. كان عندنا الوضع هيك او سوريا كمان وضعهم مش كثير وضعهم شوي صعب هاي الفترة. فيش كهرباء وبدك تحكي معاه بعدين وتحكي معاه. لكن كان الاختيار النتيجة يعني طلعت الحمد لله كان اختيار موفق. حلو احكي لي ما صورت لها فيديو كليب؟ ما فكرت تصور لها فيديو كليب؟ والله شغال على فكرة. بدي بستنى بس هيك في الربيع لأنه هلا البرد في كندا كثير. اليوم عندنا ناقص 26 الله يعينك والطقس ما بيسمح لنا. بس انا مخطط يعني ان شاء الله في الربيع هيك بس تظهر الورود وهالامور ان شاء الله. نعم. احكي لنا عن الاجواء بكندا يعني. مين معظم جمهورك؟ العرب المغتربين طبعا. وكيف في اجواء فنيه؟ طلع كندا يعني انت اليوم بتحس حالك مش غريب. اليوم كندا فيها كثير جاليات عربيه كثير. جاليه عربيه قويه سوريه فلسطينيه من عرب الداخل من عرب من كل العالم العربي. من كل العالم من مصر من وين ما تروح. وانت وين بتغني اكثر اشي عند الفلسطينيه ولا بشكل عام؟ انا بغني للجاليه الفلسطينيه صراحه يعني. حلو. يعني بيحكوا معي من عده جاليات لكن انا هو اختصاصي واتقان اللون الشعبي الجالي الفلسطيني اكثر. فبحب اكون بين اهلي وناسي يعني. هل اغنيه شجعتك تعمل كمان اغاني؟ في كمان في كمان اغنيه ان شاء الله كمان شهر ونص راح اطلقها للسوق ان شاء الله قريبا يعني. حلو بنستنى لكان. احكي لي كتير ناس الله. بتخربش بينك وبين اخوك اللي غنى الابراج كمان اغنية كانت كتير ناجحة. محمد اخوي محمد موجود في امريكا كمان. محمد موجود في امريكا من شي 20 سنة في نيويورك ساكن وبعده بغني. محمد شغله بعده بيشتغل في امريكا. محمد شغله يعني ممتاز جدا الحمد لله فضل الله. ممكن تعملوا مع بعض ديو اغنية مشتركة؟ في فكرة ان شاء الله. هاي السنة رح نلتقي بشهر 3 في مارس يعني قرب شهر ونص بدنا نعمل اغنية جديدة انا وياه كليب بدنا نصوره ان شاء الله مع بعض ان شاء الله. حلو بالنجاح. احمد كبه شكرا لك. خلينا نسمع الاغنيه كامله. تحب تقول كلمه للمستمعين اللي بيسمعونا؟ شكرا لك. انا بكبر فيكم حبيبي. شكرا لك وبالنجاح دائما حبيبي. حياك. الى اللقاء فنان احمد كبه. الى اللقاء. نقطه على السطر دابحني القبر. بعت الدنيا واشتريتها تكفيني بقبر. نقطه على الحروف.